يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا عادة في قبيلتنا أثناء العزاء يجتمعون 3 أيام، فإذا جاء المعزي يرفعون أيديهم جماعة ويدعون للميت، فهل يجوز هذا؟ هذا كله لا أصل له، هالعزاء هذا وهالتجمعات وهالأيام وصناعة الأطعمة والولائم كلها تكاليف لا أصل لها وآثار وأغلال على الناس، يجب تركها والابتعاد عنها. نعم.